النهارده باذن الله هنتكلم عن فيديو البلس. ازيك يا احمد؟ عايزك تشوف البلس بتاع زميلك احمد ونبتدي نعلق عليه. طبعا احمد دلوقتي بدا صح، خلى الريست سيمي فلكسبل اند برونيت. برافو، اشتغل يا احمد. تمام. احمد دلوقتي لكل الناس اللي بيتفرجوا علينا بيعمل ايكواليتي اون بوث سايدز. وطبعا بعد ما تخلص يا احمد هسالك. طبعا بنسيبه لمده دقيقه. خلصت يا احمد؟ هتقول الفول كومنت ولا في حاجه لسه ما اتعملتش؟ نعمل اول ميكرو بالظبط. احمد دلوقتي هيشوف الفيسل وول محسوسه ولا لا. بالظبط، احمد دلوقتي بيحاول يفضي الفيسل من الدم بالاندكس والرينج فينجر، وبالميدل فينجر بيزنق الوول اجينست البون. برافو يا احمد. او كان ممكن تعملها كده، عارف اللي هو فكره كده وبعد كده بنحس انه حاسس حاجه. لا قول الفول كوماند بتاعتك. يعني هو نورمال ريت وريجولار ريت والفوليوم بس النورمال ريت كام؟ من 60 90. لا كان المفروض تكون رقم بقى، يعني تقول زهات بيتس كذا بيت بير مينت اللي انت حسبتها. ريجولار ريز تمام كمل. تمام. والفوليوم، الفوليوم نورمال فوليوم افريج افريج فوليوم. تمام. كواليتي في ايكوال ايكوال بوث سايز عادي. برافو. تمام. مفيش بوث، مفيش سبيشال فاكتورز. تمام. اند ذا فيسل وول كونتنت مفيش مشكله. كان اون ديفكت، يعني انا هقول ست نقط. نيجي بقى للاسئله بالنسبه للتجربه دي يا احمد. النورمال ريت كام؟ من 60 90. طب تاكي كارديو لو زاد عن كام؟ 100. طب ايه اسمها؟ يعني لو فات اكسرسايز او هات فيفر او ثيرودوكسيكوزيس مثلا. برافو عليك. طب راتي كارديو هارت ريت اقل من كام؟ لو اقل من 60. تمام. زي الريجل تون او اللي بيعمل ديكريس هارت ريت طبعا. يعني ايه ريجل تون؟ ده اللي هو الباراسمباثيتك افكت الموجود على البيس ميكر بتاع الهارت بشكل طبيعي. تمام. بيقللها من كام لكام؟ بيقللها من 110 لحد 70. برافو عليك. تمام. ممكن تقول لي تحس الدم اللي ماشي في الريتيا الارضي؟ لا مفيش دم لسه. الدم سرعته عاليه بنص متر بير سكند. لكن سرعه البريشر ويف كام؟ لا اقل بكتير يعني. لا سرعه الدم هي اللي بطيئه نص متر بير سكند، لكن سرعه البريشر ويف اعلى 6 متر بير سكند. تمام. طب بالنسبه للريس انت قلت لي ممكن يبقى ريجولر ده في العادي. طب لو ايه الريجولر؟ نفكر في ايه؟ بالظبط. ايه الفرق ما بينهم؟ الفرق ما بينهم ان في الاتر فلتر هيبقى ريجولاري ريجولار، بينما في الاتر فبريشن هيبقى ريجولاري ريجولار. في فرق تاني؟ في البلس ديفيسيت مثلا. يعني ايه بلس ديفيسيت؟ يبقى في سقطه في البلس في النص او بلس ضايعه. العدد البيتس عدد البيتس بتاع في البلس اللي عند الايليكس مش موجود زي بالظبط بيختلف عن الريديو. بيكون الفرق تقريبا كام بيت؟ حوالي 10 بيت. بالظبط فوق 5 بيت. برافو على 5 بيت. تمام. بالنسبه للفوليوم يعني كلمه فوليوم؟ فوليوم معناها مثلا قوه الضربه. بالظبط. طب امتى الفوليوم تبقى قويه؟ تبقى قويه في حالات زي الاثيروسكلروسس. تمام. وزي الاورتيك انكونتنس. برافو عليك. طب امتى الفوليوم تبقى ضعيفه؟ في حالات زي الاكسبلاندوز زي الهيموريج.
برافو عليك. طب بالنسبه للايكواليتي، انت قلت ايكوال اون بوث سايدز، ايكوال في العدد ولا في الفوليوم؟ ايكوال في الفوليوم بالظبط. هو كده كده الريت واحد. برافو عليك. امتى يكون الار ايكوال؟ مثلا لو حصل ان في سيرفايكال ريب بالظبط، او حصل مثلا ثرومبوزس في البريك الارتري. تمام، قافل، فمش كل ده بيعدي. برافو. يعني سبيشال كاركتر، بيحصل حاجات سبيشال كاركترز في البالس نفسه، يعني حاجه بتميزه، حاجه بتميز البالس. تمام. ازاي مين؟ زي روت هامر بالس مثلا. تحصل فين؟ حتى لو ورتك كونتنتس. اعمل روت هامر بالس على احمد كعدل. انا بحط ايدي على تتر على تمام على الارض على كده. يا احمد عمل الصح، حط ثلاث صوابع في الميدل اوف ذا فور ارم، وحط الصمب ورا، لان الصمب ليه بالسيشنز بتاعته. في العادي بتحس حاجه؟ لا، في الحالات السبيشال موتر هامر. تمام. او ممكن في اليونج ايج هايبر دايناميك سيركيليشن. برافو. قول لي على انواع ثانيه من السبيشال كاركتر. في البالس نوكترنس. يعني ايه؟ يعني تحصل ضربه وبتقبض. صح، ضربه قويه وضربه ضعيفه. تحصل في انهي مرض؟ في حالات زي الهارت فيلر مثلا. برافو. في نوع تالت البارتس باركوسكس. تمام. ايه اللي بيحصل؟ بيزيد الريت مع انسبيريشن وبيقل مع الاسبيريشن. شكرا يا احمد.